بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي سكان ولاية القيروان، السلام عليكم ورحمة الله. أنا الفاضل بن محمد المختار السباعي، رئيس قائمة حزب الغد عن ولاية القيروان. القيروان عاصمة التاريخ والحضارة، عاصمة العزة والشموخ. قيروان عقبة ابن نافع والإمام سحنون وأروى القيروانية والشيخ عبد الرحمن خليف وغيرهم من الرجال والنساء الأفذاذ. القيروان التي تتوسط البلاد التونسية وهي همزة وصل بين كل الأقاليم. القيروان ورغم كل هذه الخصائص فقد عاشت ولا تزال التهميش والنسيان عبر الحكومات المتعاقبة. استبشرنا بالثورة وحلمنا كغيرنا، ولكن الأوضاع بقيت على حالها وربما ازدادت سوءا في كثير من الحالات. حان الوقت لتغيير هذه الأوضاع، وتغييرها لن يكون إلا بتضافر جهودنا جميعا. المشاغل عديدة والمطالب متنوعة. البطالة كابوس على أغلب رؤوس شبابنا. انعدام الماء الصالح للشرب في المناطق الريفية ونحن في أواخر سنة 2014، سوء الخدمات الصحية، معاناة القطاع الفلاحي، معاناة رجال التربية والتلاميذ على حد سواء. كل هذه المشاغل والمطالب وغيرها هي حق لكل فرد منا، وهي واجب على كل مسؤول فينا. تحقيق هذه المطالب المشروعة يتطلب بنية تحتية. من الضروري إعادة شبكة الخطوط الحديدية والإسراع في إنجاز مشروع الطريق السيارة، إتمام أحداث مناطق صناعية بكل المعتمديات، وتدخل الدولة مباشرة أو لدى رؤوس الأموال لبعث المشاريع الصناعية. ضرورة توفير شبكة خدمات صحية تستجيب لحاجيات كل المواطنين، والإسراع بإحداث مستشفى جامعي مرفوقا بكلية طب كما حدث بولاية أخرى. الاهتمام بالقطاع السياحي واستثمار المخزون الطبيعي للجهات لبعث أنشطة وأقطاب سياحية متكاملة كالسياحة الاستشفائية بحمام سيدي معمر من معتمدية حاج بالعيون. نحن في حزب الغد نعدكم بأن نكون تواصلا معكم دائما قبل الانتخابات وبعدها. نعدكم بأن نناضل من أجل حق كل المعتمديات في التنمية دون استثناء. نعدكم بأن نجعل من مستقبل ولايتنا أفضل من حاضرها. وعدا علينا أن نكون معكم وبجانبكم، والله على ما أقول شهيد. أدعوكم أن تصوتوا لقائمة حزب الغد، ونحن معكم على العهد من أجل قيروان أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.